القانون الجديد الذي صادق عليه مؤخرا البرلمان النمساوي يثير الجدل، فالنص يتضمن القواعد التي تضع أطرا لممارسة الدين الإسلامي من خلال فرض التكلم بالألمانية على الأئمة خلال الخطب والعظات على سبيل المثال، أو حظر تمويل بناء المساجد بأموال أجنبية، إجراءات أثارت موجة من الاحتجاجات في شوارع البلاد ولكن على الشبكة المحلية أيضا. كثر اجتاح تويتر في الأيام الأخيرة للتنديد بالقانون الذي وصفوه بالقامع للحريات، وإذا كان البعض قد تعامل مع الموضوع بطرافة على صورة ناشري هذه الرسوم التي تظهر مسلمين مجبرين على ارتداء الزي النمساوي التقليدي لإظهار تأقلمهم مع هذا المجتمع، آخرون رأوا في هذا القانون هجوما ضد دينهم ومعتقداتهم. وجهة نظر يشاطرها مستخدمو الشبكات الاجتماعية الذين يقارنون ما يحدث بطريقة التعامل مع الديانة الكاثوليكية في البلاد. هم يقولون إن المسيحيين لا يخضعون للمعاملة ذاتها، وهذا الأمر يعد تمييزا بحق المسلمين لسيما مع هذا القانون الجديد. انتقادات يقول البعض إنها غير مبررة، معتبرين أن التشريع الجديد يهدف لجعل العلاقة أوضح بين الإسلام والدولة النمساوية، تشريع من المفترض أن يسمح للمؤمنين بعدم الخضوع لهيمنة بلدان أجنبية كما يشرح أحد رواد النت.